السلام عليكم اخوتي، اليوم ندير معكم المعقوده. عندي بطاطا، ربعه البطاطا سلقتهم في الماء والملح حتى تسلق مزيان، ومعكتهم مزيان بورشيطه. هانتوما دابا اخوتي غادي نديروا لهم العطريه ديالهم. عندي هنايا الخرقوم، خرقوم بلدي، وعندي سكنجبير، وعندي ملحه، وعندي شويه قبصه ملح بزار عفوا، وعندي هنايا القزبور، وعندي هنايا الثومه، عندي هنايا بيضه واحده. اخوتي بسم الله على بركه الله نرسو هذيك البيضه. غادي ندير ديك العطريه، غادي ندير داك القزبور والثومه، جوج ريوز ديال الثومه. بسم الله على بركة الله. غادي نحرك اخوتي بيدية، دخل ديك العطرية مزيان. من بعد ما دخلت دوك العطريه مزيان ليها، نحاول نكورها. شوف اخوتي اللي بغا يدير فيها شويه ديال الزيت، فيها شويه ديال الهريسه يزيدها، حيت حنا عندنا دابا الدراري الصغار ما نقدرش نزيد الهريسه. هاكا تجي زوينه بالهريسه بالشونيه.
انتم اخوتي من بعد ما كملتها في تكوار ها هي كي كلشي ها داك اللي كملتها وها الحريره ديالتها دابا درتها القمح ديال الدار ومعاه واحد شويه ديال الفورص ودرت فيه ملحه ودرت فيه خرقوم بلدي ودرت وشويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره تاع الحلوى درت معها شويه ديال البيكان بودر هاي اخوتي انا غنبدا نطيب فيها دابا اخوتي من بعد ما نطيبها ونرجع معكم كدير دابا ندير البطاطا خلطتي تما ديري دقيق ديال القمح ديري دقيق ديال القمح مع خرقوم عرق بلدي نديرها معاها سميتو شويه ديال سكنجبير وخلطتهم مزيان درت معاهم واحد شويه ديال الخميره معاهم شويه ديال الخميره ندير معها سميتو البطاطا شويه ديال الفرماجه الاحمر هذه نبت تقلى هذه الزيت